انا عارف ان مأخر عليك، بس النهاردة جايب لك حلقة مهمة جدا. استناني اركن العربية واجي لك. ورجعنا لكم من جديد على كوين فري. بص، عشان الموضوع النهاردة لذيذ فانا دخلت لك كده دخلة لذيذة. اتعود مني بقى اي فيديو هتلاقيه دخلته لذيذة اعرف ان النهاية هتكون لذيذة. بص يا زميلي، انا النهاردة جايب لك حاجة حصرية وانا مبسوط بيها ان هي حصرية بجد، ومبسوط ان انا اول واحد في المحتوى العربي اكون عملتها. بص، جايب لك النهاردة ابليكيشن 3D، ولكن 3D NFT. لو انت بتعرفش ايه هو الـ NFT فلازم تنزل تحت هتلاقي فيديو بيشرح لك ايه NFT، وممكن تكتب في البحث عندك في يوتيوب تشوف الفيديو المناسب ليك. المهم يا صاحبي، النهاردة الفيديو جايب لك مفاجأة. بمجرد ما بتسجل في الابليكيشن بتاخد نموذج هدية او بتاخد صورة NFT هدية، ولكن بتكون 3D. قبل ما نبدأ في الشرح، الـ NFT بتاع النهاردة مش هينفع نبيعه في الوقت الحالي، مش هينفع نبيعه عشان في اسئلة كتير هتيجي تحت تقول لك هبيعه فين، اسحبه على ايه. لا، النهاردة هديك ابلكيشن، بتنزل ابلكيشن من عند جوجل بلاي او من ابل ستور، مش هاخد منك احلات. لو انت مهتم بالموضوع نزل ابلكيشن، خد النموذج مجاني واهتم بيه. لو انت مهتم ازاي تبيعه وازاي تتداول بيه، اكيد عندنا هنكون اول ناس ننزل عنه الجديد. يلا يا زميلي، عشان انا متشوق افرجك الموضوع عامل ازاي. الموضوع عامل عن سيب. يلا نشوف. الابليكيشن اسمه تيرا بيرتوال، هسيبه لك طبعا اسفل الفيديو. تنزله من عند المتجر بتاعك بدون اي احاله. بمجرد ما بتنزله بتسجل تسجيل عادي وبتيجي هنا تختار المود بتاعك. طبعا بيكون في اكتر من مود، لكن انا اخترت هنا، انت اختار اي مود براحتك او اي NFT براحتك. بمجرد ما بتختار الـ NFT زي ما انت حضرتك شايف بيكون باسمك. طبعا انا اليوزر بتاعي احمد، عملته زي ما انتم شايفين، فاليوزر مش بيتغير. انا خدت يوزر كمان حصري في المحتوى العربي، اول واحد ياخد احمد. وبتيجي هنا زي ما حضرتك شايف عندك هنا، لو انت عايز تعمل زي ما انا عملت، لو انت عايز تحطه في اي مكان تعمل بيه فيديو تعمل بيه اي حاجه براحتك، 3D ده ملكك ومحدش يقدر يتدخل فيه. ولو انت عايز تشوفه في 3D بتيجي هنا، عشان لو انت عايز تشوفه وتتفرج الناس عليه زي بالشكل ده. ده موضوع حلقه النهارده. بس لو ده صاحبي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو عجبتك القناه ما تنساش تشترك فيها. ونشوفك في الجديد على كوين 3.